فليت من البيت، فليت لأنه عشت الضربة بنزق بيتي وهر كل شي علي. حلقة جديدة من مش وحدك، عنوانها لبنان. تعودوا على صوت الصواريخ. شو بدي لك؟ حالات عجيبة غريبة. راح للدفاع المدني 3 شهداء. 12 غرفة عمليات ما وقف شغلهم من وقت الأحداث 3 بعد الظهر للسبت المساء. عم نسعى جهدنا نكون حد العيال بقدر الإمكان. وأصوات القذائف كلها حدكم والقصف والبسمة على وجهك أبونا، شو صرختك؟ ها هي صرخة رجاء وصرخة عن جد إيمان واتكال على الرب فوق أي اعتبار. من هيك بنقول نحن أبناء الرجاء والقيامة، كثير متكمشين بإيماننا المسيحي. فتحتوا الكنيسة من أول لحظة أمام النازحين. في أولاد إجوا بثيابهم، شي بيكسر القلب. أكبر نعمة الرب خلانا نطلع من الجنوب، نحن كمان جينا من الجنوب، تركنا المدرسة وتركنا كل شيء ورانا، بس نشكر الله الكنيسة اللي فتحت لنا أبوابها لحتى نجي لهون. ابني انضرب بالغارة، هل أنتوا السوريين مالكم أماكن عنا هون، دبروا حالكم. حضرتك سوري الجنسية وما تم استقبالك بمركز للإيواء. نشكر الكنيسة اللي فتحت الأبواب لأنا ولأولادي انضمونا. يسوع المسيح أجا لكل العالم. شو أقسى مشهد علم فيك انت كطبيب؟ لا باي موجود، لا ام موجود، ولد صغير بنديكي نازف عندها نزيف براسه، كان ما قدر اعمل شيء. يعني انا بدي اكون طبيب وبدي اكون باي وبدي اكون كل شيء بهذا الوقت. امنيه ياسمينة قتلت نتيجه الغارات على جنوب لبنان، اللي ما تمنت لعبة جديده ولا تمنت مشوار حلو تروح عليه مع عائلتها. ياسمينة الطفله اللي عمرها 6 سنوات تمنت تعيش، تمنت الحياه اللي ما بتخيل ولا طفل بالعالم بقول لك حلمي اني اعيش.